بداية هذه الاستحقاقات الانتخابية تمثل بداية خارطة طريق نأمل أن يوصلنا إلى ما نأمل إليه من استقرار وحماية للحقوق والحريات العامة في مجتمع نسعد به جميعا في مصرنا الحبيبة الحرة. أعتقد أنه هذا الموضوع المتعلق به وموضوع ملتقاكم اليوم وهو بشأن ضمانات العملية الانتخابية يمثل حجر الزاوية، وأعتقد أنه عليه الآمال معقودة، وأعتقد أيضا أنكم ستسهمون مساهمة إيجابية فعالة في تحقيق ما يمكن أن يحقق نزاهة وحيدة الانتخابات القادمة، سواء بالانتخابات أعني سواء كان استفتاء أو انتخابات نيابية أو رئاسية. موضوع الضمانات الحقيقة هو هم للمجتمع المصري طوال حياته السياسية. كلكم تعلمون بأكثر مني أن المشكلة الأساسية التي عانى منها النظام السياسي المصري على مر سنوات وسنوات منذ بداية العصر الحديث أو الدساتير الحديثة، أعني بها دستور 23، كان المطعن الأساسي هو كيف نضمن حرية أو نزاهة الانتخابات. تعرضت مصر لمختلف صور مسخ إرادة الناخبين، مما ينتج مجالس نيابية مشوهة. أعتقد أنه هذا يطعن الديمقراطية في مقتل، وأعتقد أنه لا قيام لحياة ديمقراطية دون نزاهة انتخابية ودون ضمانات تحقق هذه النزاهة والحياة. اسمحوا لي أن أعبر عن شكري العميق للتفكير في هذا الملتقى، لأنه يأتي في وقته المناسب. وأعتقد أن التوصيات التي أنتظرها، كما قلت لكم، أنتظرها بفارغ صبر، ستكون إيجابية وفعالة. أود دون أن أطيل عليكم أن أقول لكم أن الوزارة التي أشرف بالاطلاع بمهامها توفرت في المدة الماضية على، طبعاً من ضمن كلكم تعلمون أن من ضمن وظائف العدالة الانتقالية هي الإصلاح المؤسسي، إلى جانب أمور أخرى تتعلق بتقصي الحقائق ومحاسبة والمساءلة وجبر الأضرار للمضارين، سواء كانوا أضرار مادية أو أضرار معنوية. إنما لنا يعني أريد أن أركز عليه أن الإصلاح المؤسسي الذي بدأنا فيه وضعنا أولويات له، وطبعاً كلكم تعلمون أن فقه الأولويات مما هو يدخل في نسيج المفهوم القانوني المصري. فرأينا أن الإصلاح المؤسسي السياسي هو الذي يتعين البدء به، لأن عليه التزاماً بخارطة الطريق عليه سيكون بناء الدولة التي نأمل جميعاً في بنائها.